نتكلم على evaporations on fractions. طبعا الماثيماتيكا evaporations اللي عندنا من ساعة ما اتعلمنا نعمل نشرح ابتدائي زي ما هم 4 بلس ماينس مالتبلاي وديفايد. فالنهارده او دلوقتي هنشوف في الدرس ده ازاي نقدر نعمل two fractions يا اما بلس بعض او ماينس بعض او مالتبلاي بعض او ديفايد بعض. قبل ما نشوف نسمز على اجابنا فكرت سريعا كده بالبروبرتس بتاعت الاوبريشن على اي تو فراكشنز لما كان عباره عن نمبرز يعني. فلو انا عندي تو فراكشنز اي اوفر بي بلس اور ماينس عشان هم نفس الكلام فراكشن تاني سي اوفر بي. فونس ان الدنريتور كان لايك او زي بعض كان اوريدي بيفضل زي ما هو واقدر اعمل الاوبريشن بتاعتي سواء كانت ايه او سبتراكتنج بتوين التو دنريتورز اللي فوق. فيبقى الكلام ده عباره عن a بلس او ماينس c اوفر b حسب الاوبريشن بتاعتي. اما كان الشكل الثاني لو انا عندي هنا تو فراكشنز بلس او ماينس بعض بس كان عندهم ديفرنت دنريتور يعني اوفر b بلس او ماينس c اوفر b فكان عندي هنا حاجة معينة أوي أنا لازم أخلي التو دينيفيرز هما الاتنين لايك أو زي بعض. فعشان أخلي هنا التو دينيفيرز الاتنين زي بعض أو إيكوال كنت بعمل فراكشن الأولاني مالتبلاي الدينيفيرز التاني أب أند داون كنت بعمل هنا مالتبلاي دي وهنا مالتبلاي دي والفراكشن التاني مالتبلاي الدينيفيرز الأولاني يبقى مالتبلاي دي أب أند داون. في المنظر ده بقى عندي نفس الدينيفيرز تحت اللي هو بقى عبارة عن بي دي أو بي مالتبلاي دي وفوق بقى عندي إي باي دي بلس او ماينس حسب المساله البي مالتبلاي سي او السي مالتبلاي بي. ده بالنسبه للبلس والماينس. اما في حاله المالتبلاي لتو فراكشنز اي اوفر بي مالتبلاي سي اوفر بي فهنا طبعا في المالتبلاي الموضوع اسهل بكتير لان مش شرط خالص يبقى عندي نفس الكلمه. فكنت بعمل التو دينيفيرز الاثنين طايب بعض والتو دينيفيرز الاثنين مالتبلاي بعض. في حالة الديفايد لو انا عندي a اوفر b ديفايد c اوفر b فكنت بحول الاوبريشن بتاعتي من ديفيجن للمالتيبليكيشن عن طريق ان انا بكتب الفراكشن الاولاني زي ما هو الديفايد غير بعد كده بحول عملت الديفايد للمالتيبلاي واعمل مالتيبليكيتد انفرس الفراكشن الثاني هيبقى دي اوفر c يعني بعمل له فليب وبحول المساله بتاعتي من ديفايد لمالتيبلاي. دي كانت الستبس اللي كنا بنعملها قبل كده سواء في ابتدائي او حتى في كل اعدادي على مثلا نمبرز يعني. نفس الكلام ده هيحصل بس على الالجبريك فراكشنز بدل ما هي نمبرز بس هتبقى نمبرز وايه؟ وسمبلز. فاول اكزامبل هنشوفه على الاوبريشن بتاعت البلس او بتاعت الادي. فبيقول لي هنا فايند the following in the simplest form showing the doing. Here is our example n of x equal x power 2 minus 3x minus t over x power 2 minus 9 plus the fraction k 3x minus 15 over x power 2 minus 8x plus 15. انا عايز يعمل التو فراكشنز دول هما الاثنين بلس بعض في السمبلست فورم. طبعا انا عندي مشكله هنا ان لازم يكون عندي نفس الدنوميتور فهلاقي ان كل دنوميتور من الاثنين هنا اساسا محتاج تعمل له سمبليفاي او يعني محتاج تبسط على كده في نفس الوقت مش هقدر اطلع الكبير برضه محتاج اعرف السيريز بتاعت الدنوميتور برضه كده كده محتاج انا اعمل ايه؟ فاكتورايز. فهنا في اي مساله اوبريشن انا هتعرضها سواء بلس ماينس مالتيبلاي ديفايد في ستيبس كده معينه بمشي فيها عشان اقدر اعرف انا هشتغل ازاي. الستبس بتاعتي هنا بالترتيب اول حاجه بعمل فاكتورايزر
شوف اي حاجه محتاج تعملها ستوب رايت سواء اخرى لا مفيش مشكله. تاني حاجه على طول بعملها بعد ما اعمل ترانزيشن بقوم بطلع الدومين بتاع الفراكشن بتاعي. طب بعد ما اطلع الدومين ممكن الاقي في حاجات واجب زي بعض ان انا اكنسلهم مع بعض. فمعنى كده ان انا بعمل سمبليفاي او بكتب الفراكشن في السمبلست فورم. وبعد كده بقوم بقى عامل الاوبريشن بتاعتي وتظهر اللي كانت عباره عن ايه حسب المساله اللي قدامي. بعد كده بعد ما اعمل الاوبريشن لو لقيت الريزلت بتاعتي اللي طلعت في الاخر محتاج سمبليفاي تاني فبعمل سمبليفاي مره تانيه لو محتاج. يبقى هنا سمبليفاي بس بشرط اثنين، لو مش محتاج خلاص مفيش مشكله. دي بالنسبه للستبس بتاعت اي مساله اوبريشن هنشوفها في الدرس ده. لما هنا اجي اعمل فكتورايز في اول ستيب هلاقي ان الفراكشن اللي هي التراينومال ممكن اعمل له فكتورايزيشن عادي تو براكتس اكس مربوطه تبقى اكس واكس اخر ترم ده جبت ايه ده؟ واحد بلس واحد ماينس عايز كل نمبر سنتراي بعض يديني 18 وماينس بعض يديني 3 هلاقي ان هم 6 مالتبلاي 3 وطبعا النمبر الكبير مع الساين بتاعت الليفل ترم فهنا 6 وهنا 3. في الدنمريتور ديفرنس بين تو سكويرز اكس ماينس 3 واكس بلس 3 فراكشن الثاني هلاقي ان النمبر عندي 3 اكس ماينس 15 هما الاثنين ديفيزبل باي 3 فممكن ناخد 3 جوه الفاكتور هيفضل من جوه البراكت اكس ماينس 5. اما في الدنمريتور هلاقي ان انا عندي ترانومي عادي ممكن تعمله في الكوريزيشن هيبقى اكس واكس اخر ترم بلس يبقى الاثنين زي بعض زي ميدل ترم ماينس وماينس رقمين لو تلاقي بعض دي 15 وبلس بعض دي 8 هلاقي ان هم 3 وال 8 وال 5. بعد ما عملت فكتورايز كان الستيب 2 بيقول لي ان انا اقدر اطلع في الدومين لان وانس ان الزيرو الظهر تحت اقدر اطلع جوه البراكت فالدومين هنا هيبقى عباره عن ار ديفرنس الزيروز بتاعت الدنمريتور اللي موجوده قدامي من البراكت الاولاني الاكس ده ايكوال 3 من البراكت الثاني الاكس ايكوال نيجاتيف 3 من البراكت الثالث الاكس ايكوال 3 فعشان اوريدي كده مفيش ريبيت اليمنتس جوه الست فمش هكتبها مره ثانيه اخر براكت اكس ماينس 5 هتبقى الاكس ايكوال 5 يبقى الدومين بتاعي هنا ار ديفرنس 3 ونيجاتيف 3 اند 5. الستيب الثالثه كان بيقول لي انا هعمل سمبليفاي فانا عشان اعمل سمبليفاي هنا هبص على الحاجات اللي لايك اللي ينفع تتكنسل مع بعض اب اند داون في كل فراكشن اللي واخد طبعا عشان هنا في بلس هنا فالفراكشن الاولاني هقدر اكنسل اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 والفراكشن الثاني هقدر اكنسل اكس ماينس 5 مع اكس ماينس 5 فكده المساله بتاعتي بقت عباره عن اكس بلس 6 اوفر اكس ماينس 3 بلس 3 اوفر اكس ماينس 3. هنا انا ببص للتو فراكشنز اللي قدامي عشان اقدر اعمل ادي هلاقي ان هم اوريدي عندهم ذا سيم ديليفريت فالكونديشن بتاع عمليه الادي اوريدي متحقق او موجود فهعمل بلس للنيوميريتورز مع بعض فهتبقى هنا المساله بتاعتي عباره عن اكس ماينس 3 تحت عشان هو نفس الديليفريت مش هيتغير وفوق هيبقى عندي اكس بلس 6 بلس 3 هلاقي ان فوق في لايت كيرفز ينفع احطهم تاني اللي هو 6 بلس 3 ايكوالز 9 فيبقى عندي فوق اكس بلس 9 اوفر اكس ماينس 3 وهي دي الفاينل انسر بتاعت المساله ان التو فراكشنز اللي كانوا موجودين قدامي في السيمبلس هم بلس بعض هيبقى عباره عن اكس بلس 9 اوفر اكس ماينس 3 والدومين كنا طلعناه في الاول اللي هو ار ريفرنس 3 ونيجاتيف 3 و5. ده بالنسبه لو كان طالب مني مساله ادنج لتو فراكشنز مع بعض. الجرام الثاني هيبقى على الاوبريشن بتاع السبتراكتنج بنفس الستيبس بنفس الترتيب. بيقول لي ان اوف اكس ايكوال اكس اوفر اكس ماينس 4 ماينس اكس بلس 4 اوفر اكس باور 2 ماينس 16.
اول ستيب في الحل ان انا بعمل فاكتورايز للحاجات اللي ينفع تعملها فاكتورايزيشن. فبالنسبه لاول فراكشن ما عنديش فيه مشكله ان هو اوريدي في سيمبلس فورم ومش محتاج حاجه. بالنسبه للفراكشن الثاني اكس بلس 4 فوق برضه ما فيهاش فاكتورايز فهتبقى زمان. بالنسبه للدنوميتور هنا هي ان انا عندي ديفرنس بتوين تو سكويرز ينفع تعمل لهم فاكتورايز هيبقى اكس ماينس 4 تايمز اكس بلس 4. كالستيب الثانيه بعد الفاكتورايز ان انا احسب الدومين بتاعي فالاقي هنا ان الدومين عباره عن ار ديفرنس الزيروز اللي موجوده قدامي من هنا الاكس ايكوال 4 من هنا الاكس ايكوال 4 من الراجل ده هو اوريدي كتب مش هكتب مره ثانيه والباكت الاخير هتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 4 يبقى الدومين عباره عن ار ديفرنس 4 ونيجاتيف 4. الستيب اللي بعد كده في الحل كان بيقول لي اعمل سيمبليفاي للحاجات اللي تنفع تتكنسل مع بعض فلاقي ان الفراكشن اللي ورايا مفيش حاجه تتكنسل مع حاجه ثانيه فلاقي هنا في الفراكشن الثاني اكس بلس 4 كنسل اول مع اكس بلس 4. فمعنى كده ان اوف اكس دلوقتي بقت عباره عن اكس اوفر اكس ماينس 4 ماينس هنا بعد ما كنسلت اكس بلس 4 اللي هو مفيش حاجه يعني في 1 اوفر اكس ماينس 4. عندي اوريدي الكونديشن بتاع السبتراكتنج برضه متحقق ان عندي نفس الدينوميتور فهيفضل زي ما هو اكس ماينس 4 وفوق هيبقى عندي اكس ماينس 1 وبالنسبه لي هي دي السيمبلس فورم بتاعت السبتراكتنج للتو فراكشنز دول. ناخد اكزامبل تاني على الريليشن بتاعت المطلعي. فبيقول لي هنا ان اوف اكس ايكوالز اكس باور 2 بلس اكس بلس 1 اوفر اكس ملتبلاي فراكشن تاني اكس باور 2 ماينس اكس اوفر اكس باور 3 ماينس 1. برضه نفس الاستيبس بنفس الترتيب مفيش اي تغيير خالص. اول حاجه هشوف ايه اللي ينفع نعمل له فاكتورايز في المساله. طبعا المجرد الاولاني على الرغم ان هو في اكس باور 2 فالناس ممكن تفكر ان ده تراينوميال وهيعمل له فاكتورايز بس اخد بالي ان انا مش هلاقي تو نمبرز بلتبلاي بعض دي 1 وبلس بعض دي 1 برضه. فمعنى كده ان ده كده ملوش فاكتورايز فاوريدي هو هيفضل مشدود زي ما هو. مش معنى ان في باور 2 ان دي ينفع تعمل فاكتورايز في كل الاوقات. فهيفضل النيوميتر زي ده زي ما هو في الفراكشن ده اكس باور 2 بلس اكس بلس 1 اوفر اكس ملتبلاي. الفراكشن الثاني فوق هلاقي ان انا عندي اكس باور 2 ماينس اكس فاوريدي اكس متكرره ينفع احط كمان فاكتور هيبقاني اكس ماينس 1 وتحت هلاقي ان انا عندي ديفرنس بين تو كيوز لان طبعا 1 باور اي حاجه 1 فممكن اعتبر ده 1 باور 3. فالفاكتورايز بتاع كيو اكس احنا شفنا قبل كده براكت صغير وبراكت كبير. هنا هيبقى كيو روت اكس باور 3 باكس وكيو روت 1 1 بنفس الساين. في البراكت الكبير هعمل لهم باور 2 في الاول وفي الاخر يبقى اكس باور 2 في الاخر خالص بلس 1. وقلنا ان الميدل تيرمز عباره عن ان انا بعمل التو تيرمز في البراكت الصغير بطبقي بعض بعكس الساين يبقى بلس اكس. بعد كده اقوم جاي طلع الدومين الاول بتاع الفانكشن فاقول له ان الدومين ايكوالز ار ديفرنس الدينوميتور بتاع اول فراكشن فيه اكس بس تحت فهنا ده يبقى اندفايند امتى؟ لو الاكس دي زيرو يبقى ار ديفرنس دي زيرو ومن الفراكشن الثاني من البراكت ده الاكس ايكوال 1 وقلنا البراكت الكبير بتاع الدومين ولا بينفع يكون ايكوال زيرو ولا بينفع يكون فاكتورايز فبالنسبه لي الدومين ار ديفرنس زيرو اند 1. بعد كده عامل سمبليفاي فهلاقي هنا عشان فيه ملتبلاي ينفع اكنسل حاجه من الفراكشن الاولاني مع حاجه في الفراكشن الثاني والعكس بعكس البلس والماينس وبتعمل سمبليفاي في كل فراكشن لوحده. فانا هنا ينفع اكنسل اكس باور 2 بلس اكس بلس 1 مع البراكت الكبير اللي تحت بالمنظر ده وينفع اكنسل الاكس مع الاكس وينفع اكنسل اكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1. يبقى الريزلت بتاعتي بتاعت الملتبلاي في كلامنا في السيمبل ستور ايكوالز 1. يبقى هنا ان اوف اكس في السيمبل ستور ايكوالز 1. اكزامبل على الاوبريشن بتاع الديفايد لو جه قال لي ان اوف اكس ايكوالز
x power 2 plus 2x minus 3 over x plus 3 divided x power 2 minus 1 over x plus 1. هنمشي بنفس الترتيب برضه، هنشوف أول حاجة الحاجات اللي ينفع تعمل لها فاكتورايز. هنا اللي فوق ده ترينوميال فـ 2 براكتس x بار 2 هتبقى x و x، آخر ترم نيجاتيف يبقى 2 براكتس ديفرنت في الساين 1 بلس 1 ماينس. تو نمبرز هتضايق بعض تديني 3 وماينس بعض تديني 2، هلاقي ان هو ناقص 3 و 1 والنمبر الكبير مع الساين بتاع الميدل ترم هنا 3 وهنا ال 1 وتحت طبعا x بلس 3 كده سيمبلست 4. في الفراكشن التاني x بار 2 ماينس 1، طبعا ال 1 ده عباره عن نقطه او اي حاجه، فهو بالنسبه لي ديفرنس بين تو سكويرز يبقى x بلس 1 تايمز x ماينس 1، وتحت في الديريتيف اكس بلس 1 دي مالهاش علاقه فاكتورايز. دي اول خطوه عمليه. الخطوه الثانيه ان انا باجي احسب الدومين بتاع الفانكشن بتاعتي، فالدومين هنا يبقى دي ايكوال ار ديفرنس. بالنسبه للسيريز بتاع الجنريتور الاولاني هيبقى الاكس ايكوال بين 3. بالنسبه للفراكشن الثاني عشان الاوبريشن هاند دايت فبناخد السيروس بتاع الفراكشن الثاني اب اند داون، مش باخد الديريتيف بس. ليه هنا حتى بناخد السيروس فوق وتحت؟ لان اصلا دي ديفيجن اوبريشن، فما ينفعش ان انا اعمل ديفايدنج باي زيرو، يعني ما ينفعش الديفايزر يبقى كله ايكوال زيرو. طب الديفايزر يبقى كله ايكوال زيرو امتى؟ لو النيوميريتور بتاعه زيرو، فمعنى كده ان انا هاخد السيروس بتاعي النيوميريتور والديفيجن، فيبقى ار ديفرنس قلنا هنا نيجاتيف 3، هنا نيجاتيف 1 بتاعت الديفيجن، وفوق هيبقى نيجاتيف 1 1، نيجاتيف 1 كتبت حاجه ال 1 بس. فهنا في المساله بتاعت الديفيجن باخد الدومين بتاعي اب اند داون في الديفيجن بس عشان الديفايزر ما ينفعش يبقى ايكوال زيرو. بعد كده بحول المساله بتاعتي من ديفيجن لمالتبلاي عشان اقدر اشتغل، يبقى ان اوف اكس هتبقى عباره عن اكس بلس 3 تايمز اكس ماينس 1 اوفر اكس بلس 3 تايمز، هعمل فليب الفراكشن الثاني يبقى اكس بلس 1 اوفر اكس بلس 1 تايمز اكس ماينس 1. انا حولت الديفيجن لمالتبلاي وعملت فليب الفراكشن. بعد كده هعمل سمبليفاي عادي للحاجات اللي ينفع تتكنسل اللي هي بس مسألة مالتبلاي عادية. اقدر اكنسل اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 واكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1 واكس بلس 1 مع اكس بلس 1، يبقى برضه الكلام ده كله في السمبلس فورم في الاخر هيبقى ان اوف اكس ايكوال 1. ده كان بالنسبه للاوبريشنز اللي على الفراكشنز اللي هم بلس وماينس ومالتبلاي وديفايد بنفس الكونسيبت بتاع النمبرز بتاع زمان، ولكن حته الدومين والسمبليفاينج اللي احنا زودناها.